الآن معنا من رام الله دكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي. دكتور رمزي أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. نحن الآن بصدد صدور قرار بالغد دكتور رمزي بشأن إدانة إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية، وقيل قبل قليل صدرت أنباء عن أن نتنياهو يجتمع ربما بأعضاء حكومته لبحث ما ستفعله إسرائيل في حال صدر قرار ضدها. ما الذي تنتظره إسرائيل دكتور رمزي وخياراتها إذا صدر قرار ضدها؟ هذا الموضوع مهم جدا. من المتوقع أن يتم استصدار قرار من محكمة العدل الدولية يوقف أو يطالب بوقف فوري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. غالبية القانونيين الدوليين والمحاميين، وقد كنت يعني خلال الأيام الماضية في عدة اجتماعات معهم، قالوا أن هذه القضية شبه محسومة والأدلة واضحة. اليوم كنت في لقاء مع سعادة سفير جنوب أفريقيا في دولة فلسطين، وقال أنه هو يدرك تماما أنه حتى في حال صدور القرار يمكن أن إسرائيل تتهرب من تنفيذ يعني فحوى هذا القرار، خاصة أن هذا القرار يحمل صفة الفتوى، يعني ولا يمكن أن يتم تطبيقه إلا إذا أقره مجلس الأمن. وهناك فيتو أمريكي كما تعلمين، وقال إنه بلاد سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة، ولكن تعاضدها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني لن ينتهي، وملاحقتها لإسرائيل لن ينتهي فقط بصدور هذا القرار المتوقع يوم الجمعة. أعتقد إنه خيارات إسرائيل قليلة، لأنه هذه محكمة عدل دولية، صدر في حق إسرائيل عدة قرارات مثل قرار الجدار وعدة قرارات أخرى، واليوم تبحث قرار صحيح ولم تلتزم إسرائيل دكتور رمزي بأي قرار دولي ربما صدر ضدها، وحتى التصريحات الخارجة من الجانب الإسرائيلي أو الآتية من الجانب الإسرائيلي تقول أنهم لا ينوون احترام هذا القرار. إذن ما هي خيارات جنوب أفريقيا إذن؟ يعني كما قلت الخيار أن يتم رفعه إلى مجلس الأمن، هناك قرار فيتو يمكن أن يتم استصداره، يمكن أن يتم استصداره من قبل مجلس الأمن. في هذه الحالة يحق لدولة جنوب أفريقيا وعشرة من دول أعضاء أن ترفع هذا الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويتم استصدار قرار وفقا لمفهوم أو لقرار الاتحاد من أجل السلام، وهو صدر في الكونغو في الخمسينات من القرن الماضي. هذا سوف يكون له قوة إلزامية. الفكرة الأساسية أنه صحيح أنه إسرائيل يمكن أن تطبق هذا القرار حتى لو صدر من مجلس الأمن أو من الجمعية العامة. هناك قرارات كثيرة صدرت من مجلس الأمن، وهم 242 و338 ولم تطبقها إسرائيل، ولكن القيمة القانونية للقرار مهمة جدا. القانون الدولي عندما يقول أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وأن جميع أشكال التهجير القسري ونزوح اللاجئين الفلسطينيين وقتل المدنيين والأطفال والنساء هو نوع من أنواع التطهير العرقي، هذا مهم لنا كفلسطينيين وكعرب، روايتنا الفلسطينية مهمة أن تكون كذلك. أعتقد أنه أيضا إسرائيل تحضر نفسها هي والدول الغربية لقرار مثل هذا النوع، لأن خلال اليومين الماضيين هناك حديث كثيرة في البيت الأبيض، في مصر، في قطر، في غيرها، تتحدث عن هدنة، وهذه الهدنة قد تكون طويلة ويمكن أن تستمر شهرين إلى ثلاثة. رئيس الوزراء البريطاني البارحة يعني قال لأول مرة قال هنا نحتاج لوقف فوري إنساني لإطلاق في قطاع غزة، بمعنى أنه المناخ الدولي اليوم مهيأ لفكرة وقف إطلاق النار. صحيح أنه يمكن أن نستخدم كلمات مثل هدنة أو كلمات مثل إنساني، لكن كلها يمكن أن تخدم قرار محكمة العدل الدولية إذا صدر غدا وطالب بوقف إطلاق فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن يعني حتى لو إسرائيل قالت أنه رفضت، في النهاية إسرائيل سوف توقف إطلاق النار، هناك مساعي دولية لذلك. لا. هذه المساعدة الدولية متوافرة الآن وتتضغط بقوة حول وقف إطلاق النار. لكن دكتور رمزي حضرتك ذكرت أنه ربما هناك أنباء عن هدنة أو حتى الأحاديث المتواترة عن صفقة قريبة حتى لو لم تنضج الأمور بعد. هل إسرائيل جادة دكتور رمزي في هكذا ربما سياقات، خاصة أنه نتنياهو صدر له تصريح قبل يومين من الآن بأن هذه الحرب مستمرة لستة أشهر مقبلة؟
فقط قبل أن تعلق، نعم قبل أن تعلق دكتور رمزي، نوضح فقط هذه اللقطات التي تأتينا الآن من غلاف غزة، وهذه الأدخنة ربما المتصاعدة من بعض المناطق، لا نعرف على وجه التحديد أين تقع هذه الانفجارات أو هذه الأدخنة المتصاعدة، لكن على ما يبدو أن هناك ربما اشتباكات واقعة في منطقة في غلاف غزة. تفضل دكتور رمزي. هو نتنياهو أعلن عن خطة 6 شهور في المرحلة الثالثة، ولكن ليس لوقف العدوان. صحيح. هناك مرحلة رابعة، وهذه المرحلة اللي سموها تسليم السلطة المدنية أو حكم الفلسطينيين مع ترتيبات أمنية الإسرائيليين، وبالذات حكومة نتنياهو يتحدث عن احتلال قطاع غزة، حتى يتحدث عن ترتيبات الاحتلال محور فيلادلفيا. إذا نحن نتحدث عن دولة تريد أن تحتل قطاع غزة، ودولة تريد أن تستوطن قطاع غزة. لهذا سموتريتش وابن غفير يتحدثون عن النية، عن أنه ضرورة تشجيع الاستيطان في هذه المناطق، ورفعوا يعني عدة قرارات للكنيست. في تصريح لافت لابن غفير قبل يومين، قال أنه حتى وقت مؤقت للهدنة طويل سوف يؤدي إلى انتهاء الحكومة. هو جاد في ذلك، كان تصريح سياسي ممتاز، لأنه جميع الإسرائيليين يدركون بما فيهم نتنياهو أنه هذه الحكومة تعيش على الفرض اليوم، تعيش على استمرار العدوان، وأنه أي حتى هدنة، لا يوجد وقت نهائي لإطلاق النار، هدنة طويلة نسبيا. الشارع الإسرائيلي اليوم بتحرك بشكل كبير جدا، يريد أن يحاسب الجيش ونتنياهو بالذات على ما حدث في 7 أكتوبر، ويريد أن أيضا يقوم بانتخابات جديدة. اليوم هناك دعوات انتخابات حتى في ظل الحرب. نتنياهو يدرك أنه مساءل أمام شعبه وأمام الناخبين، لذلك يعمد على تطويل مدة الحرب. إلى الآن لا يوجد شيء يقدمه لشعبه، يعني لا يوجد انتصار حقيقي يستطيع أن يقول لشعبه أنا حررت الأسرى، أنا قتلت قيادة حماس، أنا فككت القوة لحماس والجهاد الإسلامي. لا يستطيع أن يتحدث عن شيء. هذا يضعه في حالة إرباك، ويضع الحكومة الإسرائيلية في حالة إرباك مستمر. لذلك العدوان مهم بالنسبة لاستمرار العدوان مهم بالنسبة لهم، أنهم يبحثون عن مصر، هذا مهم بالنسبة لهم. لكن الشارع الإسرائيلي دكتور رمزي، ما الذي يرى حول استمرار هذه الحرب؟ لأنه ربما صدرت بعض استطلاعات الرأي تقول أن 60% من الإسرائيليين لا يؤيدون وقف هذه الحرب. هذه النزعة الانتقامية دكتور رمزي كيف تنظر إليها، حتى أن بعض المتطرفين الإسرائيليين يتظاهرون أمام معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات؟ الإسرائيليين، غالبية الإسرائيليين يطالبون باستمرار العدوان وتدمير حماس والمقاومة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. يعني هذا مطلب، قضية أساسية ترتبط بالقيم والعقيدة الأيديولوجية وفكرة الانتقام من حماس. بالتالي المسألة خلافية بين من يتحدث عن تكتيكات، بمعنى هناك قسم يتحدث عن ضرورة هدنة يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى والمقتطفين الإسرائيليين ثم يتم الاستمرار في هذا العدوان. هم متفقين على أن العدوان إلى الآن لم يحقق أي من الأهداف التي تحدث عنها رئيس وزراء الإسرائيلي منذ بداية العدوان، ويدركون أن هناك إخفاقات سياسية واستخباراتية وعسكرية، ولكن أيضا هم يدركون أن الخروج من غزة اليوم سوف يعرض يعني أنهم لخطر كما يتحدثون. لذلك يطالبون باستمرار هذا العدوان حتى يستطيعوا تحقيق يعني شيء ملموس في هذا الموضوع. وهذا نظرنا إلى أن مستوطنات غلاف غزة، رؤساء البلديات هناك طالبوا مباشرة حكومة نتنياهو بعدم العودة حتى يتم ضمان أو حدوث ترتيبات أمنية كافية لعودتهم لهذا الموضوع. ما هي هذه الضمانات؟ إزالة حماس، يعني باختصار هي إزالة حماس. اليوم الإسرائيليين ليس عبثا وليس تطرفا عندما يتحدث وزراء أكثر من وزير عندما يقول نضرب غزة قنبلة نووية، يعني هذا ليس مجرد عنصرية وخطاب كراهية. هم يدركون أن الحلول العسكرية التقليدية اللي الجيش الإسرائيلي خاضها لأكثر من 3 شهور أو قرب على 4 شهور لم تفلك في تحقيق أي شيء. حاولت التهجير القسري وأخلاء غزة من سكانها أيضا لم تفلح، ما زال الفلسطينيين موجودين في جنوب غزة.
وما زالت في تنسيق عربي ومصري وأردني لعدم السماح بالتهجير القسري. فبالتالي هذه الخطوة الأساسية في إعادة الاحتلال والتهجير، يدركون أن قنبلة نووية يمكن أن تفي بالغرض وتنهي هذا الكابوس بين قوسين كابوس غزة. لذلك يجب أن نأخذ هذه التصريحات بمحمل الجد. صحيح أنه رئيس الوزراء لكنها الإسرائيلي دكتور يشعر رمزي ربما تصريحات تنم أيضا عن جهل شديد، لأن هذه القنبلة النووية سيتضررون منها هم أيضا وليس فقط سكان غزة. أنت تعرف أنه القوة النووية الإسرائيلية معضل عليها علامات استفهام، لا أحد يعرف بالضبط ما هي حجمها. بعض التقديرات تتحدث عن 500 قنبلة نووية محدودة. حسب المعطيات اللي هي مش معلنة والتسريبات، أنه هذه القنابل المحدودة يعني بمعنى تضرب على مدينة. طبعا هم يتأثرون، لكن هم يتحدثون عن قنابل محدودة. وكما تعلمين وكما يعلم إسرائيل رسميا لا تعترف أنها تمتلك قدرات نووية، هي تقول أنها خارجة عن هذا عن هذا السياق. لكن الفكرة هي المهمة، الفكرة لماذا تكون عن هذا الموضوع؟ لأنه في الكلية العسكرية التقليدية يعني 4 شهور، وهذا الجيش الذي يدعي أنه أقوى جيش في الشرق الأوسط ويستطيع احتلال معظم العواصم العربية وله قدرة على الامتداد والبحار والوصول إلى المضايق، لم يستطع أن لم يصل لأي شيء ينهي حقيقة. عملية نعم. عسكرية.